نشرة الأخبار من يو تي في ونبدأ بعناوينها. أربع دول تبدأ أولى الخطوات العملية على طريق التنمية. العراق وتركيا وقطر والإمارات يعقدون اجتماعاً وزارياً في إسطنبول لدعم مسار النقل والتجارة بين الخليج وأوروبا. وزارة التخطيط تحدد مطلع أيلول المقبل موعداً للمباشرة بعملية ترقيم وحصر المنازل والمباني ومئة ألف متدرب ضمن الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني الأول منذ 27 عاماً. انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الرباعي في إسطنبول الخاص بمشروع طريق التنمية بمشاركة كل من العراق وتركيا وقطر والإمارات. وكان وزير النقل رزاق محابس بحث مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو تعزيز العمل المشترك فيما يخص مشاريع النقل، لا سيما مشروع طريق التنمية. كما ناقش سبل تطوير العمل في قطاعات النقل المختلفة وتبادل الخبرات بين البلدين. الاجتماع الرباعي في إسطنبول حلقة جديدة في سلسلة الحوارات بين العراق والدول المشاركة في طريق التنمية، تهدف إلى المضي بقرارات تدعم المشروع وتمهد السبيل إلى تنفيذه. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق العرض الآتي. التنمية يدخل مرحلة جديدة من التخطيط والإعداد والتحضيرات ما بين الأطراف المشاركة في المشروع الاستراتيجي الواعد، إذ تستضيف إسطنبول اجتماعا رباعيا ضم مسؤولين من العراق وتركيا وقطر والإمارات لمناقشة الممر الاقتصادي الذي يهدف إلى ربط ميناء الفاو المطل على الخليج العربي بتركيا وأوروبا. ومن دولما بهتشا إحدى أهم القصور بإسطنبول وأبرز معالمها، يتوقع أن تسفر القمة الدولية عن قرارات هامة بشأن المشروع الطموح الذي تقدر استثماراته بنحو 20 مليار دولار، والذي سبق أن جرى التصديق عليه بين أنقرة وبغداد خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في نيسان الماضي. وخلال الزيارة التاريخية لأردوغان وقع البلدان جملة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، بينها مذكرة تفاهم رباعية وقعت بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بشأن مشروع طريق التنمية. وفي هذا السياق تشير تقارير إلى أن مجموعة موانئ أبو ظبي وقعت صفقة مبدئية مع الشركة العامة لموانئ العراق لتطوير ميناء الفاو ومنطقته الاقتصادية المخطط لها. ومن المقرر إنجاز طريق التنمية على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050، بينما تعول عليه بغداد في أن يحول العراق إلى مركز عبور رئيسي في التجارة العالمية. فطريق التنمية يسهم في تخفيض تكلفة التجارة بين آسيا وأوروبا ويقلل المسافة والوقت المفترض لنقل البضائع مقارنة بطرق وممرات تجارية أخرى في المنطقة. قرار مجلس الوزراء رقم 230 لسنة 2022 المتضمن تحويل الأراضي الزراعية غير المستغلة إلى سكنية يصطدم بقانون يمنع تحويل الملكية إلا بعد الرجوع إلى المالك أو المتصرف الأصلي. التفاصيل مع حيدر البدري. بعد قرار مجلس الوزراء بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني لغرض توزيعها إلى المواطنين، تصطدم الدوائر المختصة بالقانون 117 والذي يلزمها بالعودة إلى مالك الأرض أو المتصرف بها رسميا قبل أي إجراء. خمس مراحل تحتاج إليها بلديات بغداد وأمانة العاصمة لإتمام عملية تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ومن ثم توزيعها على المواطنين. ف
تتضمن المراحل الثلاثة الأولى والتي تم إكمالها جمع بيانات الأراضي وإحصائها وتهيئة التصاميم القطاعية لها، لكنها اصطدمت بضوابط القانون 117 الذي يوجب الرجوع إلى المالك أو المتصرف بالأرض قبل أي إجراء. فاليوم احنا انجزنا المرحله الاولى، المرحله الثانيه المسوحات واعداد حدود الاراضي وجردها وتفصيلها بالكامل، المرحله الثالثه التصاميم القطاعيه ايضا انجزت، لكن عندنا مشكله بحل الاراضي الزراعيه كون انه هذه الاراضي الزراعيه تحل وفق قانون 117 لسنه 70. تعليمات الموضوع من قبل الوزاره كانت شديده جدا وصارمه. تحويل الأراضي الزراعية المتجاوز عليها إلى سكنية وتوزيعها إلى المواطنين إجراء أريد به حل أزمة السكن، والذي يمكن أن يكون فاعلا في حالة تنظيم هذه المناطق بشكل يتناسب مع تصميم المدينة العمراني الذي تشوهت معالمه كثيرا في الفترات السابقة. فيحل، ليش ما يحل؟ يحل من الأزمة. إذا كانت أراضي نظامية، تخطيطها نظامي، شوارعها، كهربائها، مجاريها، مياهها تكون نظامية، لا تحل من أزمة السكن. رغم أن هذا القرار يقلل كثيرا من مساحات المدن الخضراء القليلة أصلا بسبب التجاوز عليها، فإن توفير قطع أراض سكنية للمواطنين قد يعد أحد الحلول المطروحة لأزمة السكن من خلال تكييف أوضاع المتجاوزين وغلق هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع استخدامه انتخابيا مع قرب كل انتخابات. حيدر البدري، UTV، بغداد. حددت وزارة التخطيط مطلع أيلول المقبل موعداً لانطلاق عملية الترقيم والحصر للدور والمباني والمنشآت استعداداً للتعداد السكاني لجميع المحافظات. رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد قال في مؤتمر صحفي إن العملية سوف تستمر شهرين، كما سيجرى العمل على إعداد ما يقارب 80,000 متدرب إضافي لإجراء التعداد العام، إضافة إلى 25,000 متدرب جرى إعدادهم سابقا، مؤكدا أنه تم تهيئة الصور الفضائية الحديثة في كل أنحاء البلاد وتقسيم المناطق إلى بلوكات إحصائية وجرى توزيع العاملين على ضوئه. 1/9 إن شاء الله ستنطلق أعمال التعداد الميدانية مرحلتها الأولى، وهي مرحلة الحزم والترقيم والحصر. هذه المرحلة هي مرحلة مهمة وحيوية لتعداد العام للسكان، هي تسبق عملية العد السكاني باعتبار سيكون هناك ترقيم للمباني والمساكن والمنشآت وأخذ المعلومات الأولية عن رئيس الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتوزيع الأسر حسب الذكور والإناث، عدد أفراد الأسر، وهكذا من معلومات مهمة تكون إطار للعمل العداد في 2011. هذا العمل أخذ من عندنا وقتا طويلا للاستعداد والتهيئة. هيئنا الصور الفضائية الحديثة لكل مناطق العراق، وتم تقسيم هذه المناطق إلى بلوكات إحصائية، وفي ضوء هذا التقسيم تم توزيع العاملين على التعداد وتدريب ما يقارب أكثر من 25,000 متدرب في المحافظات. المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي قال إن التعداد السكاني سيشمل جميع الموجودين في البلاد من العراقيين والأجانب، كما سيبين سبب تواجدهم في البلاد. التعداد هو صورة للواقع في لحظة معينة، بالنتيجة نحن كل ما موجود في البلد ستدخل بياناته في تعداد العام للسكان، ولكن ضمن البيانات هناك تفاصيل تبين طبيعة هذا الإنسان، هل هو يعني عامل أجنبي؟ طبعا أكيد بالنسبة حتى العاملين بالسفارات، السلك الدبلوماسي، كل هذه الفعاليات ستكون مشمولة بتعداد العام للسكان. المقيمين، كل فرد موجود في البلد سيشمله وسيصل إليه التعداد. والتعداد هو كما قلت يشمل كل السكان الموجودين داخل حدود البلد، سواء كان هم العراقيين أو غير العراقيين أو حتى المجنسين. بالنتيجة هناك أسئلة ضمن استمارة التعداد من خلالها يعني يتم توضيح طبيعة هذا
الإنسان إذا كان هو يعني مجنس، إذا كان قادم من محافظة أخرى، إذا كان وأسباب أيضا أسباب السكن في هذا المكان، يعني هل الأسباب عمل، أسباب علاج، أسباب تعليم، دراسة. من جانبها قالت هناء الأسدي ممثلة وكيل وزير التخطيط، قالت إن الوزارة اجتمعت بالمحافظين وسلمتهم حقائب التعداد، مشيرة إلى تعاونهم لتنفيذه في موعده المحدد. التعداد هو تحدي، تحدي للعراق، مخرجاتها راح تبنى عليها كثير من القرارات في الموازنات وغيرها. دأبة التخطيط بالمرحلة السابقة على اللقاء بالسادة المحافظين وتوضيح الرؤى لهم بخصوص التعداد، والأمانة كانوا أغلب السادة أو الجميع كانوا هم متعاونين، لأن هو مشروع العراق وليس فقط التخطيط. سلمت الحقائب التعداد للسادة المحافظين. بحثت وزيرة المالية طيف سامي مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف كاري، بحثت دعم برنامج العراق للإصلاح الاقتصادي والمالي. وذكرت الوزارة في بيان أن الطرفين ناقشا القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار. وأكد الجانبان استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي فيما يخص الإصلاح الاقتصادي في العراق. الإهمال في منطقة العروبة في كركوك حول نهر الخاصة إلى مستقعات وبرك تستقطب الأفاعي والعقارب والخنازير، بالإضافة إلى تلال القمام المنتشرة في هذا النهر التي سببت انتشار الأمراض بهذه المنطقة. التفاصيل من كركوك مع عمار حامد. قلب كركوك والمنطقة التي تتوسط هذه المدينة المحاذية لنهر الخاصة تعاني الإهمال وتراكم النفايات، وأصبحت مكانا آمنا للقوارض والأفاعي وحتى الخنازير. حي العروبة، المنطقة التي لم تزرها الخدمات، يختنق سكانها يوميا برائحة أكوام النفايات التي تمتزج بين تعفن بقايا الذبائح ومخلفات المناطق الأخرى. عندنا هسه احنا هسه هاي الخاصة، شوف انت، شوف يعني هاي الخاصة بها يعني اشكال من افاعي من عقارب، والله عندنا اطفالنا يومية، مو يومية، بين فترة وفترة نوديهم المستشفيات، في اخ الخاصة بها اشكال، بها اوساخة، بها برك مائية، بها يعني شغلات مو زينة، اوساخ، شوف هذا الجسر يم جنب الخاصة، هذا كل انقاض، كل كركوج يذب بها، من جلود، من انقاض، من ركام. بعدما اصبحت مجمع للأنقاض واحتوت على تلال من الأوساخ، اكتملت جميع مقومات استقطاب القوارض والأفاعي والخنازير، بالإضافة إلى العنصر الذي لم تخلو شوارع المدينة منه وهو الكلاب السائبة. معاناة الخاصة ومستنقعاتها وما تحويه تكرم من كلاب سائبة ليل نهار، والحشرات والأفاعي والقوارض يعني متأذين منها بشكل، واحنا يعني والله يمكن القرية انظف من عندنا، يعني معاناة هاي الروايح مال تكرم الحلال والخانات يعني فد مرة احنا مهملين، وامراض تصيب اطفالنا بشكل مو طبيعي، امراض كبير صغير. كل هذه المعاناة يسردها لنا سكان العروبة على امل الاستجابة لهم والالتفات الى هذا الحي الذي يعاني الاهمال من الناحية الخدمية، ويضاف إليها التلوث البيئي الذي سبب أمراضا كثيرة للأطفال والكبار. ما ترونه خلفي ليس مجرد نهر عادي، فهو محمية طبيعية للأفاعي والخنازير والكلاب السائبة وبقايا الذبائح المتفسخة. من كركوك عمار حامد، يو تي في. 7 مليارات دينار حولت سدة الهندية شمالي بابل من مكان مهمل إلى مقصد لأهالي المدينة، والإدارة المحلية تطرح خطة لإضافة مرفقات تديم الحركة السياحية في سدة الهندية. هكذا كانت السدة وهكذا أصبحت.
كورنيش سدة الهندية شمالية بابل تحول من مكان يكتظ بنفاياته إلى مكان ذي مساحات خضراء ومياه نظيفة. أولا للمحافظة على مقطع الشط وحماية ضفافه من الانجرافات والانهيارات وكذلك التجاوزات، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية ومنطقة سياحية ومتنزه وكذلك منطقة ترفيهية للعوائل العراقية. كذلك من ضمن أهداف المشروع هو استكمالا لتطوير المنطقة بشكل عام، وخاصة بعد إدراج سدة الهندية القديمة ضمن لائحة التراث العالمي. المكان أصبح جاهزا من الناحية العملية، لكنه بقي يحتاج إلى إضافات لإدامة زخم الزائرين إليه. الإدارة المحلية لناحية السدة تقول إنها وضعت خططا لإنشاء أكشاك ومراسي للزوارق ومنشآت أخرى تنتظر موافقة الدوائر المعنية عليها. في النية إنه أكشاك ومرسى زوارق، بس تدري إلا موافقات الوصولية للدوائر المعنية، مرسى زوارق أكشاك مثلا حوانيت، مع ذلك حتى الجراجات مال التاكسيات راح تنشط، السفرات وحركة الزائرين للمدينة تنشط بها. المشروع بكلفة 7 مليارات دينار عراقي، وبتنفيذ مباشر من وزارة الموارد المائية بمسافة طولية تقدر بكيلومترين بات ملجأ العوائل في ناحية السدة شمالية محافظة بابل. مشروع قد ينهض بواقع المدينة سياحيا، وخاصة أن سدة الهندية تعرف بأنها المدينة السياحية الأكثر شهرة منذ سنوات مضت، وهي تضم سدتها القديمة التي أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي. من محافظة بابل، حيدر تشلبي، يو تي في. ومن بابل ننهي النشرة الإخبارية، شكرا لكم وإلى اللقاء.